إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال. حياتنا والتأمين، حياتنا والتأمين، حياتنا. نناقش معكم عبر محطة أسبوعية قضايا التأمين بتعدد مجالاته، وكيف يكون التأمين أمانا واطمئنانا. حياتنا والتأمين، تقديم بدر بن علي الشيباني. حياتنا والتأمين، حياتنا والتأمين. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. التأمين أمان واطمئنان. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حياتنا والتأمين. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي هذه الحلقة من هذا الأسبوع سنركز على تأمين المركبات، والتي عنوناها بتساؤلات حول تأمين المركبات. والمركبات بتكثر أيام العيد والحركة، وربنا يعطيكم الصحة والعافية والسلامة بإذنه سبحانه وتعالى ويحفظكم جميعا. يمثل تأمين المركبات أيها المستمعون الوزن الأكبر من إجمالي الأقساط التأمينية مقارنة بالمنتجات التأمينية الأخرى، والتي تصل إلى 44%، وهو ما يجعل أغلب التساؤلات التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتركز حول تأمين المركبات وما تشملها وثيقة التأمين الموحدة للمركبات من اشتراطات وضوابط تنظيمية تسعى إلى حفظ الحقوق وتقديم الخدمة بصورتها القانونية الصحيحة. لا شك بأن الإحاطة بها والمعرفة بمقتضياتها من قبل حملة الوثائق تعتبر وسيلة من الوسائل الفاعلة لتوفير الحماية والعدالة للجميع. سنحاول في الدقائق القادمة طرح أبرز التساؤلات والمواضيع التي تشغل أصحاب المركبات، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد، وضيف حلقتنا لهذا الأسبوع هو الفاضل قيس بن سعيد السهي، أخصائي أول على شركات التأمين ومتخصص في العلوم الإكتوارية. أخي قيس، أهلا وسهلا بك مع المستمع. بداية أشكرك أخي بدر وكافة القائمين على هذا البرنامج لإعطاء الفرصة للظهور أمامكم مرة أخرى، وأسأل الله أن يوفقني في إيصال المعلومة المفيدة اللي يحتاجها أخواني وأخوات المستمعين. بارك الله فيك، وسنعود إليك لنتحدث حول تساؤلات اليوم يمكن كثير راح تكون حول تأمين المركبات، لكن لدينا أخبار لهذا الأسبوع حول قطاع التأمين فتابعونا. التأمين أمان واطمئنان. أخبار القطاع، أخبار القطاع. من أخبار هذا الأسبوع، الهيئة العامة لسوق المال توجه إنذارات ضد ثلاث شركات تعمل في مجال السمسرة في قطاع التأمين كإجراء تأديبي أولي، وتقر غرامة مالية ضد شركة أرمور لخدمات التأمين والخليج لخدمات التأمين لمخالفتها أحكام المادة 17 من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين. من الأخبار أيضا، تواصل الهيئة العامة لسوق المال تقديم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين لتنفيذ خطط وسياسات التعمين والتمكين في القطاع. الاجتماع التأسيسي لكبار مسؤول التأمين بدول المجلس يقر مقترحا بتشكيل لجنة دائمة تعنى بتكامل البنية التنظيمية في صناعة التأمين لدى الدول الأعضاء في المجلس. حياتنا والتأمين، حياتنا والتأمين، حياتنا والتأمين. ضيف الحلقة، ضيف الحلقة. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بك أخي قيس مرة أخرى، ونبدأ معك مباشرة التساؤل. السؤال سيكون تخصصي مباشرة، لماذا لا تقبل شركات التأمين تأمين المركبات بشكل شامل بعد مرور 5 سنوات؟ لماذا؟
السؤال في محله، لماذا لا تقبل شركات التأمين التأمين الشامل؟ حقيقة يعني يعد التأمين الشامل تأمين اختياري لدى شركات التأمين، وهذا طبعا بموجب قانون تأمين المركبات. نعم. أما من الناحية الفنية فإن معدل الخطر أو معدل الخسائر يزداد بشكل مباشر مع زيادة عمر المركبة. هناك فرق كبير في قطع الغيار الأصلية بعد مرور كذا سنة على عمر المركبة، يعني أقصد القديمة منها تستبدلها بجديد، وأحيانا عدم توفر هذه القطع على الموديلات والطرازات القديمة، فهذا السبب ممكن سبب فني يمنع شركات التأمين من قبول هذا الخطر. هذا من الناحية، من ناحية التأمين الشامل. أما من ناحية تأمين الطرف الثالث، لا تستطيع شركة، أي شركة تأمين، رفض أي مواطن يريد يأمن سيارته طرف ثالث. بس والله 5 سنين يعني قليلة، يعني 5 سنين ممكن تختفي قطع الغيار من السوق أو من حتى من الشركات المصنعة. نعم، لكن ما يعني هذا أنه في شركات حقيقة تقبل تأمين المركبات حتى لو كان عمر السيارة أكثر من 5 سنوات، لما يكون في فحص دوري منتظم وتكون حالة السيارة حالة جيدة، في هذه اللحظة شركات التأمين تقبل لأنه يعتبر خطر جيد وممكن تكتتب فيه. فمعنى السؤال أنه ما يعني أنه شركات التأمين لا تقبل تماما التأمين الشامل، له اختياري، مرتا ما رأت شركة التأمين أن هذا الخطر جيد للاكتتاب فيه قامت بذلك. طيب الأسعار حط يدك على الأسعار، ليش تتفاوت الأسعار في التأمين؟ يعني سؤال يمكن طرحناه احنا قبل في بعض حلقاتنا، لكن في منتج آخر يعني غير قطاع التأمين على المركبات. شيء طبيعي أنه اختلاف المنتجات يتبعها اختلاف أسعار هذه المنتجات. ليش؟ الواحد يسأل ليش الأسعار مختلفة؟ مبلغ التعويض مختلف لما يتحقق الخطر أو الضرر، هذا نقطة أولى. إضافة إلى اختلاف احتمالية الأخطار الملازمة للمنتجات التأمينية، هذا نقطة ثانية. نعم. النقطة الثالثة اختلاف التغطيات التأمينية بحد ذاتها على تلك الأخطار، مثل مركبة عمرها 4 سنوات سعة المحرك 3000 سيسي تختلف عن مركبة أخرى عمرها 4 سنوات كذلك وسعة المحرك 5700 سيسي. نعم. فمن هنا تجد الاختلاف، فاختلاف الخطر يؤدي لاختلاف وتفاوت الأسعار. فهذه حاجة مباشرة انعكاسا لحجم الخطر. طيب أنا لا قدر الله، قول لا قدر لا الله، لا قدر الله إن شاء الله ما تصير للخير. آمين آمين. علينا وعلى جميع المستمعين. آمين. عملت حادث لكني ما توافقت مع اللي هي الجهة اللي قامت بفحص المركبة المتضررة من هذا الحادث. في هذه الحالة، حالة الخلاف بيني وبين هذه الجهة مثل شركة التأمين، وين أسير؟ هو يعتمد على نوع الخلاف. لو كان الخلاف على ضرر للمركبة فالمعنيين بشرطة عمان السلطانية، وأخص هنا جهة الفحص الفني للمركبات، هي الفيصل في هذا الأمر. أما من الناحية الإدارية والمطالبة كمطالبة، الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة المفروض يتوجه لها الشخص يعني المتضرر من الحادث. هذا في حالة الخلاف. إذن هذه نقطة واضحة تماما. لماذا تم ذكر الأسماء عن طلب التأمين؟ الأسماء يعني كل قائد مركبة يقوم بذكر الأسماء هو أحد عوامل الاكتتاب لدى شركات التأمين، من اللي راح يقود هذه المركبة. بمعنى آخر، اللي ما يدلي عن الأسماء كأنه يقول مفتاح السيارة داخل السيارة، أي شخص ممكن يسوق السيارة، فهنا ما حدد الخطر. كيف في سيارتي أنا؟ نعم، لذلك أنت ما حددت الخطر لدى شركة التأمين، فلذلك ما تكافأ بخصم. والتعديلات الجديدة في الوثيقة اللي إن شاء الله ستنا نور قريبا، إن شاء الله سيتم فرض خصم في قسط التأمين معني بهذه النقطة بالتحديد. فالشخص اللي يدلي بعدد الأشخاص المرخص لهم بقيادة المركبة راح يحصل على تخفيض في قسط المركبة. لكن الشخص اللي ما راح يدلي كان يقول لشركة التأمين هذه سيارتي، ممكن أي شخص يسوق السيارة. يعني إذا رفض الإدلاء. رفض الإدلاء بالضبط. هذا ما راح يحصل على التخفيض. بطريقة مباشرة يقول لشركة التأمين أنا ما أستحق هذا الخصم، فلا تعطوني خصم لأن أنا ما راح أدلي بالأسماء. وتحملها بعدين عاد. ويتحملها طبعا في المطالبة لا قدر الله في مبلغ التحمل لاحقا. المدة القصوى لإصلاح المركبة، وهذه بصراحة فيها كذا إشكالية يعني. وإحنا أحيانا يقول لك والله 2 أسبوع ويجلس يلا 2 3 شهور وركب وراء. حقيقة نص نموذج الوثيقة الموحد للتأمين على المركبات كان صريح وواضح في هذه النقطة، سواء كان التعويض النقدي أو حتى مدة أو فترة الإصلاح. فترة الإصلاح هي 30 يوم من استكمال ملف الحادث، وهنا لازم نركز على ملف استكمال الحادث.
ممكن الشخص يسوي حادث اليوم بس ما يراجع شركة التأمين اليوم، ممكن يراجع الأسبوع القادم، ممكن يراجع الأسبوع اللي بعد القادم. فمن هنا ما يقول أنا اليوم سويت الحادث من هذا اليوم راح أبتدي أحسب الفترة هذه، لأنك أنت ما وافيت شركة التأمين وما أفدتهم بالحادث، ما أبلغت عن الحادث. في هذه النقطة ما يعتبر من هذا اليوم الحادث هو اليوم استكمال. من متى يعتبر؟ يعتبر من استيفاء كافة المتطلبات والتعديلات الجديدة اللي ذكرتها قبل شوية، واضحة وضوح جلي للمتطلبات هذه إيش هي، متى يتم استكمال ملف الحادث سواء كان للمتضرر أو المتسبب في الحادث. متى ما استوفيت هذه الشروط تعتبر أنت استكملت ملف الحادث، ومن ذاك اليوم يبدأ احتساب 30 يوم. أما التعويض النقدي لا قدر الله في الخسارة الاستدلالية والخسارة الكلية في حادث معين هي 14 يوم. لما تتكنسل السيارة مثلا، أقرت شركة التأمين تتكنسل السيارة، خلال 14 يوم مفروض أنه الشخص استلم فلوسه. نعم. وإذا ما استلم الهيئة موجودة، يرجع للهيئة. نعم. سامعين، لأنه ما بعدين الواحد يقول والله أنا جلست. كثير نسمع يعني أنه إحنا جلسنا شهرين ثلاثة. طيب في هيئة هنا موجودة، في قانون أيضا يحكم هذه المعاملة. اذهب إلى الهيئة يا أخي الكريم، تابع موضوعك. لو قصرت الهيئة قصرت ولا شيء؟ إن شاء الله ما يجي من قصور طالع معك. إن شاء الله ما يجي من قصور. أيضا أكيد في درجة أخرى أيضا ممكن تصعد فيها لو نعم نعم، درجة تقاضي أعلى يعني. نعم. طيب الفترة الزمنية لاستكمال فتح ملف المطالبة، هل هو نفس الفترة ذكرناها قبل شوي ولا تختلف؟ متى ما استوفيت اليوم بالمتطلبات اللي مذكورة يعتبر اليوم هو اليوم الأول. يعني عاد صار أسبوع أسبوعين أنت وضميرك كما يقول. لأنه بعض الأحيان تجينا شكاوى من هذا النوع للهيئة، ونلاقي أنه المتسبب أصلا ما وافى وما أبلغ عن الحادث. وقت وقوع يجيك بعد أسبوعين من وقوع الحادث، فمتى تكتشف من تقرير الشرطة أن الحادث صار له أسبوعين أصلا قبل؟ ولو ثبت أن شركة التأمين هي اللي تأخرت يتم محاسبتها. يعني هذا الموضوع ما في أي مجاملة حقيقة. يعني هذا صاحب حق ولازم يأخذ حقه في النهاية. طبعا صاحب حق وصاحب أيضا أعمال يقوم فيها قد تتعطل بتعطل مركبته. بالضبط. وبالتالي حتى أحيانا يستأذن من عمله، فيها تبعات كثيرة لابد أن تكون أكيد هنا كانت أيضا عند اللي هو من سن القانون كانت واضحة أمامه. بالضبط. تماما. بالضبط. تركت سيارتي مشغلة وتوكلوا على الله الشباب وخذوا السيارة وهذه كثير على فكرة. خلينا برنامجنا نستغل الفرصة ونوجه الدعوة، البعض يترك السيارة شغالة ودخل لك محل ومع الأسف بعضهم فيها أطفال. يعني حدثت حادثة كذا، كأنها قرأت ما أدري في عمان أو خارج عمان، طفل في السيارة وجاك ومخلي سيارته داخل محل، لا وجد السيارة ولا وجد الطفل. يعني خسارة مضاعفة هنا. مضاعفة طبعا، وربما السيارة ممكن تعوضها، بس فقدان الطفل يعني ممكن يكون معنويا متعب جدا. بالنسبة لهذه النقطة ونحب أكون واضح فيها جدا، نص المادة رقم 2 من الفصل الخامس من الشروط العامة في نموذج الوثيقة أوضح بكل شفافية أنه يجب على المؤمن له اللي هو صاحب السيارة أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها. نعم. وحمايتها من الفقد أو التلف، ولإبقائها في حالة صالحة للاستعمال. ويجوز للمؤمن لو شركة التأمين في أي وقت إجراء معاين للمركبة المؤمن عليها وجزء منها. فمن هنا إذا تمت سرقة المركبة وهي في حالة تشغيل أو في حالة دوران، فإن حق طلب التأمين يسقط هنا، لأنك أنت كأنك بطريقة غير مباشرة قلت يعني الحرامي شيل السيارة. صحيح. هي مشغلة في حالة دوران يعني. صحيح. فأرجو من قائدي المركبات الانتباه، خصوصا عن المحلات التجارية بجنب محطات تعبئة الوقود، أنهم يأخذوا هذا النقطة محل الاعتبار، يعني أنهم يفكروا فيها قبل لا يقدموا عليها، وبعدين تبعاتها تكون جدا. صح. كبيرة. وهي في سيارات الآن ربما الحديثة تقدر تقفلها حتى وهي شغالة. بالضبط. بالضبط. في سيارات لا ما تستطيع، نظامها ما يسمح بالمفاتيح الذكية. نعم. نعم. للمسألة العلاج أخي قيس، يعني مصاريف علاج الطرف الثالث عندما نتحدث، إحنا اليوم جالسين نقفز يعني من موضوع الموضوع، لكن هي هذه التساؤلات اللي يعني الناس تريد أن تستمع لها لإجابات. حقيقة كل ما طرحته سابقا أخي بدر محل تقدير، لأن هذا يعني بصورة مباشرة تجين على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، ولربما كثير الناس يعني تسأل عنها، فأنا شاكر لك أنك مستمر في طرحها. أما بالإجابة بالنسبة لتساؤلك، لا يوجد سقف محدد حقيقة لمصاريف علاج الطرف الثالث، وإنما تحدد قضائيا بحكم قضائي، لا يوجد سقف.
مفتوح؟ نعم، حسب ما حسب تقدير القاضي. نعم. إصلاح المركبة، أنا اليوم صار عندي حادث، عندي ظروف مستعجلة، بغيت والله أصلح سيارتي، ورحت وصلحت سيارتي مباشرة ورجعت بعد كذا للتأمين. يا أخ بدر أنت ليش متشائم كله؟ إن شاء الله ما يصيدك إلا الخير. أما لا، هو أفضل أن أمثل على نفسي ولا غير. بالنسبة الله يحفظنا جميعا، آمين يا رب، والسامعين إن شاء الله. بالنسبة لإصلاح المركبة، ما هو السقف؟ هو حقيقة واضح في بنود الوثيقة، 150 ريال. ما يحتاج أنك ترجع إلى شركة التأمين لو كان تصليح مركبتك أقل دون 150 ريال، 150 فأدنى، بعدين ترجع لهم تأخذ منهم التعويض النقدي. لكن أعلى من كذا لازم ترجع إلى شركة التأمين لأخذ الموافقة عليها وتستكمل باقي الإجراءات. يعني هذه مسألة واضحة أيضا، بعض شركات التأمين عاد تماطلك، يعني هو الواحد يخاف هذه المسألة. بس هذا موجود في الوثيقة بالنفس، يعني منصوص عليه، فما في أي جدال أو أي خلاف، هذه مادة واضحة. نعم. لماذا تسجل علي مطالبة في حال تعرض الزجاج الأمامي للمركبة للكسر؟ حقيقة لا يتم التعويض من قبل شركة التأمين عن أي أضرار تقع على المركبة إلا بموجب دفع مبلغ تحمل يدفعه حامل الوثيقة اللي تضررت سيارته ومركبته للاستفادة من التغطية التأمينية. ولكن يتم تعويض الكسر هذا اللي صار في الزجاج الأمامي في هذه الحالة، فإن حامل الوثيقة ملزم بدفع التحمل المقرر في عقد التأمين مبرم مع شركة التأمين، لأنه استفاد من وثيقته. نعم. اشتغلت وثيقته، قامت بتغطية الخطر وثيقته، لذلك هو ملزم بدفع التحمل في هذه الحالة. وقيمة الزجاج أحيانا يكون أقل ولا؟ إذا هو مخير وليس مسير. إذا كان تصليح الزجاج خلنا نقول 30 ريال والتحمل 50 ريال، فالأولى أنك تدفع 30 ريال وبدل تدفع 50 ريال ويتم إصلاح الكسر أو استبدال. طيب ما فيها هذه كذا درجات مثلا؟ يعني أحيانا نتعرض لكسر الزجاج بشاحنة مرة أو سيارة مرة وضربت بحصاة مثلا، أحيانا لا يصير والله أنا جالس أسوي شيء وضربت في الجامعة، أحيانا في صور كثيرة. يعني متى تتضرر؟ لو كان عندك تغطية تأمين شامل ما عندك مشكلة، بتدفع التحمل وبيتم جبر الضرر. لكن في الطرف الثالث أنت كذا ما 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 تم تغطية مركبتك، ما غطيت مركبتك عن هذا الخطر، فهنا بيكون يعني بما يقدره السوق من قيمة هذه الزجاجة راح تدفعه. لكن التأمين الشامل يغطيها، فبإمكانك، هي تسبب حتى أحيانا بفعل مجهول، أنت موقف سيارتك وحصلتها مكسورة الزجاج الأمامي. نعم. تدفع التحمل المناسب والموجود في 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 الوثيقة، ومن ثم يتم جبر الضرر لدى شركة التأمين. أنا أفضل إن احنا نتكلم عن مسألة كلمة الطرف الثالث. يعني وهي إجبارية عاد صارت. نعم، بموجب القانون. نعم نعم، تغطية الطرف الثالث بقانون المرور وقانون تأمين المركبات هي إجبارية. ماذا يقصد بالطرف الثالث؟ ممكن الواحد يسأل نفسه إيش معنى الطرف الثالث؟ دائما نسمع الطرف الثالث الطرف الثالث الطرف الثالث. تغطية الطرف الثالث تغطي المؤمن له، اللي هو مالك المركبة، قائد المركبة، وأسرته، سواء كنت أنا قائد المركبة أو أخوي بس يسوق سيارتي هو يصبح قائد مركبة، أسرتي أنا وأسرته هو. حقيقة لربما نسمع كثير عن الطرف الثالث. ما هو الطرف الثالث لدى العامة؟ دائما الطرف الثالث الطرف الثالث الطرف الثالث. الطرف الثالث حقيقة يقصد به تأمين تعويض كافة الإصابات الجسمانية التي تقع على كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرته. يعني أنا قائد المركبة، أقود المركبة وأسرتي وأفراد أسرتي أو من يقوم مقامي حقيقة. نعم. ما نعد من الطرف الثالث، أي أحد غير هذه المجموعة يعد من الطرف الثالث، حتى عاملة المنزل تعد من الطرف الثالث في هذه الحالة، حتى لو راكبة معاي في السيارة وصار حادث لا قدر الله هي تعد من الطرف الثالث ويتم جبر ضررها أو إصاباتها بموجب الطرف الثالث. فهذه هي التغطية، وهي يعني تغطية الطرف الثالث، هذا المقصود فيه تغطية الطرف الثالث. هذه نقطة مهمة ترى اللي ذكرتها، إن والله عاملة المنزل تعتبر طرف ثالث. نعم نعم، لأن البعض ما يدرك هذه المسألة، يقول ما دام ما مأمن شامل إذن ما راح أرجع للتأمين في هالموضوع. لا، حتى الأضرار الأخرى غير الأضرار الجسمانية، البيئة المحيطة بمركبتي وقع عليها الضرر بسبب مركبتي تعتبر طرف ثالث. أي حاجة ما 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 تعود لي أو لأفراد أسرتي. طيب أخي قيس، لماذا لا يتم تغطية إضافة تغطية المؤمن له بالوثيقة بنفس الوقت؟ المؤمن له هنا هي تغطية اختيارية حقيقة، تضاف بموجب ملحق الحوادث الشخصية. يعني عندك، خلنا نوضح لأعزائي المستمعين، إنه التأمين هناك نوعين،
تأمين طرف ثالث والنقطة اللي كانت قبل شوية تكلمنا عنها وتأمين الشامل. في التأمين الشامل ملحق الحوادث الشخصية مشمل فيها، يعني موجود في هذا التغطية بدون ما تطلبها، تم إدراجه. أما بالنسبة للطرف الثالث، إذا أنا أريد طرف ثالث وأريد أحمي أسرتي أو من يقود المركبة من الأضرار الجسمانية، فأقوم بإضافة هذا الملحق، فهو اختياري مع الطرف الثالث، وهو موجود بطريقة مباشرة مع التأمين الشامل. هناك تساؤل ربما يكون فيه درجة من الأهمية، أن بعض شركات التأمين ترفض تأمين المركبات التجارية أو المركبات الرياضية، هذا لون يروحوا؟ مرة ثانية أرجع أقول للهيئة، في حالة واحدة إذا 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 كانت الشركات ترفض تغطية هذا التأمين، تأمين الطرف الثالث لهذه المركبات أيا كان نوعها، مركبة مرخصة في السلطنة أنها تسير على أراضي السلطنة، ملزمة شركات التأمين أن تقبل تغطية الطرف الثالث، اللي هو التغطية الإجبارية. التغطية الإجبارية نعم. أما في حالة التأمين الشامل، هو حق لشركة التأمين، متى ما ارتأت أنها ما ممكن تغطي هذا الخطر بإمكانها الرفض. أما بالنسبة للطرف الثالث لا تستطيع، وأعيد وأكرر، لا تستطيع شركات التأمين أنها ترفض تغطية الطرف الثالث في هذه الحالة. هل جاكم هالسؤال قبل؟ وصلكم نعم. من أحد اللي هو ليش ما أحصل على تقرير مفصل قبل بدء بالإصلاح للمركبة؟ لأنك ما طلبته، أو يمكن لأن ما تعلم أن عندك الحق أنك تطلبه، هذا حق يعني مكفول. يعني هذا حق؟ حق من حقك أنك تطلب إيش هي الأضرار اللي في السيارة قبل حتى ما يبطلوا مسمار منها. يحق لحامل الوثيقة الحصول على تقرير مفصل بكافة الأضرار التي وقعت على مركبته قبل البدء بالإصلاح. ممن؟ من اللي راح من شركة التأمين يطلبه. طبعا شركة التأمين راح تطلبه من ورشة الإصلاح أو الوكالة اللي راح تقوم بالإصلاح في هذه الحالة. والشرطة لها دور؟ ممكن تأخذ الفحص الفني من إدارة الفحص بالشرطة. نعم هي. توفر هذا التقرير. نعم. هل ممكن أجيب فني خاص؟ إذا بتدفع تكاليفه من نفسك بدون ما ترجع لشركة التأمين، هذا بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لشركة التأمين لا ضير فيه. لكن إذا تريد شركة التأمين تقوم بالإصلاح، الفاحص يكون من قبل شركة التأمين. لا بس شركة التأمين والله تقول لك من وين جبتوا هذا مثلا، ما لنا علاقة، خاصة لما ينكشف بأنه في أمور فنية ما كانت موجودة في تقصد الأضرار غير المرئية. أي. نعم، الأضرار غير المرئية توضح في التقرير الأولي أنه ممكن في أضرار غير مرئية، خصوصا ما يتعلق بالمحرك أو ناقل الحركة. هذا في أحيانا تكون في أضرار في التروس الداخلية أو في الإسطوانات الداخلية، فما يتم التعرف على الأضرار الواقع عليها إلا بعد الفك، فك القطع هذه، فيكون التقرير موضح في هذه النقطة بالتحديد، أنه بعد ما يتم، يعني لو ثبت شيء من هذا يعني يضاف إلى. نعم نعم نعم، يضاف إلى التقرير. نعم. ما هي المعايير التي يتم من خلالها احتساب العجز الطبي؟ حقيقة نص نموذج وثيقة التأمين الموحد على المركبات على جدول مستقل وخاص في هذا الشأن، يعني بتأريش هذه الإصابات والعجز، ويتم الإعازة المعنيين في وزارة الصحة، هناك لجنة طبية في وزارة الصحة لتقديم تقريرهم الطبي لهذه الإصابات أو تحديد نسبة العجز ونوع هذا العجز. وهل يحق لشركة تأمين استخدام قطع غيار تجاري في تصليح المركبات؟ وهذه نقطة يمكن فيها شوية خلاف ما بين الناس وما بين شركة التأمين. والجواب بدون تفكير لا يحق لشركة التأمين. نعم، لا يحق لشركة التأمين تقوم باستخدام قطع غيار تجارية، وخلنا نقول تجارية، في تصليح المركبات، وإنما بقطع غيار أصلي سواء كانت مستعملة أو جديدة، وذلك طبقا لعمر ما هو جايينك في هذا السؤال، اللي هو يعني مع أي عمر من أعمار سيارة، أي طراز من طرازات السيارة. نعم، ممكنك توفر طبعا لو خلنا نضرب مثال هنا لأعزاء المستمعين، لو كان عمر المركبة 4 سنوات، أنا ممكن أجيب كشركة تأمين الحين أجيب قطعة مستعملة عمرها 4 سنوات لنفس عمر المركبة ويتم الإصلاح، أو أجيب ما تعذر الحصول على قطعة، أو أن ارتأى حامل الوثيقة أو صاحب السيارة أنه يبدل قطعة جديدة، فمن حق شركة التأمين أن تأخذ الاستهلاك المناسب ومثل ما يتم جبر الضرر بقطعة جديدة. يعني. نعم. متى يحق لشركة التأمين إلغاء التأمين؟ أو حتى خلينا نسأل بشكل آخر، هل يحق لها هذا الكلام؟ شوف، حامل الوثيقة أو شركة التأمين هنا لا يحق لهم إلغاء تأمين الطرف الثالث. ما ممكن، هذا بموجب قانون المرور، أن أي سيارة أي مركبة تسير على أرض عمان لازم تكون على الأقل مغطاة بتغطية الطرف الثالث. لكن متى ما وجد أنه أنا مثلا في الشركة ألف
وحبيت أنتقل للطرف الثالث الشركة بقى يعني أحضر أو أفيد شركة التأمين الأولى بأنه عندي عقد جديد وكذا ومن ثم يتم الفك. أما بالنسبة لشركة التأمين ما ممكن تفك هذا الـ هذا الـ هذا العقد أو تلغي هذا العقد، لكن في حالة التأمين الشامل يمكن يحق لشركة التأمين وحتى يحق للحامل الوثيقة أنهم يفكوا هذا العقد، لكن مع إبقاء الحد الأدنى وهو الطرف الثالث. يعني ممكن يعني أزيل من العقد، نعم أزيل من العقد تغطية التأمين الشامل، ولكن بنفس الوقت ما ممكن أني أحذف تغطية الطرف الثالث. تعال في الحالة يرجعوا لي فلوسي. نعم نعم. كفل القانون هذا؟ نعم كفل القانون، هناك جدول واضح في الوثيقة بعمر المركبة حتى بالأيام للمدد القصيرة، استرجاع المبلغ القسط اللي دفعته بشرط أنه ما يكون في مطالبة صارت على هذه المركبة، لأنه خلاص إذا متى ما سجلت مطالبة على الشخص يسقط حق طلب الاسترجاع. إيش المقصود بالمطالبة اللي سجلت؟ أنه أنا تسببت في حادث في فترة سريان هذه الوثيقة، مش في السنة اللي قبلها. نعم. في فترة سريان هذه الوثيقة أنا تسببت في حادث، أنا المتسبب ولست المتضرر، يعني أنا مش طرف ثالث في هذه الحالة يسقط الحق. جميل التوضيح حول هذا الموضوع، وما زلنا مستمعين الكرام متواصلين معكم والحديث عن تأمين المركبات، وما دمت قبل قليل تحدثت عن النسبة وغيرها، أتمنى توضح لنا معادلة التعامل لتصليح المركبات في السنة الثانية. لا تسألني ليش السنة الثانية. لربما السنة الأولى هي ما يحتسب فيها استهلاك بحكم القانون يعني، لكن يبدأ الاستهلاك من السنة الثانية، مع نهاية السنة الثانية يكون 10%. هذا بالنسبة للخسارة الجزئية للسيارة، يعني السيارة ما تكنسلت فيها أضرار وصار الحادث السنة الثانية، فعشرة في المية قيمة استهلاك هذا القطع اللي راح تتغير بأصلية. أما هذا بالنسبة للخسارة الجزئية. أما الخسارة الكلية في حالة كنسلت السيارة، ألغت فنية من قبل المعني بشرطة عمان السلطانية، أو ارتأت شركة التأمين أن تلغيها استدلاليا بحكم أن إصلاحها يفوق 75% من قيمتها، ففي هذه الحالة مجمع الاستهلاك يكون 28%، واللي باقي من رصيد السيارة آخر السنة 72% يتم ضربه في مبلغ التأمين ويتم إعطاءه للحامل الوثيقة. طيب في حالة إلغاء المركبة، نعم، كيف يتم الاحتساب؟ هل احتساب الطراز أم تاريخ الصنع؟ يتم احتساب مبلغ التعويض حسب التاريخ التسجيل الأول في عمان. ممكن واحد يضرب مثال بالنسبة للسيارات المستوردة من الإمارات أو من الدول المجاورة الأخرى، هنا كم مبلغ التأمين في بداية العام لما سجلتها أنت مع شركة التأمين وأنت أكيد لما تسجل لازم تكون عندك تأمين وأنت غطيتها بتأمين، كم كان سقف التأمين بكم قيمت المركبة في التسجيل الأول هنا، ويتم يعني يتم الأخذ فيه. كلام سليم جدا وواضح حول هذا الموضوع، نتمنى السلامة للجميع طبعا. آمين يا رب. وشكرا جزيلا لك على تفضلك بالحضور للاستوديو في هذه الحلقة. ما زادني حضور إلا تشريف، ونقطة أخيرة أحب أوجهها لكافة قائد المركبات أنهم يتخذوا كافة الحيطة والحذر، إحنا مقبلين على أيام جميلة عادها الله إن شاء الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، والله لا يريكم مكروه في أي عزيز وغالي. بارك الله فيك، شكرا قيس بن سعيد السهي أخصائي أول على شركات التأمين ومتخصص في العلوم الأكتوارية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وشكرا لكم مستمعين الكرام، أيام سعيدة طيبة نتمناها لكم، وسنلتقي فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتنا والتأمين. إعداد ماجد بن أحمد العبري وعبد الهادي آل عبد السلام. تقديم بدر بن علي الشيباني. حياتنا والتأمين. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. التأمين أمان واطمئنان.